استعداد القصر الكبير وبتنسيق مع المنظمات الموازية وأعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال بالقصر الكبير أن تنظم هذه الأمسية وهذا الحفل الذي نعبر من خلاله عن سمو مبادئ وثقافة حزب الاستقلال العتيد الذي يسعى دوما إلى تكريم المناضلات والمناضلين الذين تحملوا وناضلوا وكافحوا من أجل هذا الوطن العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتوجه بالشكر الجزيل والموصول للجنة التنظيمية اللي سهرت على تنظيم هذا الحفل الرائع اللي هو حفل تكريمي واعتراف بالنضال والمجهودات ديال المناضلين. كنتمنى ان المبادرة تستمر في تكريم الإخوان المناضلين والمناضلات لأنها كتقوي من اللحمة والانسجام ديال الاستقلاليين، وهذه المبادرة هي تتماشى مع مبادئ حزبنا العتيد اللي كينادي دائما بتكريم المناضلين والمناضلات الاستقلاليين. وشكرا.